بالنسبة إلى القسم التعليمي بشكل عام، يهدف إلى كيفية دراسة اليتيم وحل واجباته يوميا. يعني هي تعليميا في الدراسة فقط؟ في الدراسة فقط، والمهارات التعليمية. المهارات اللي هو البرامج التربوية. جميل. عند قسمين ينقسم لها المركز. فبالنسبة إلى الواجبات يوميا نحل واجباته. يعني أنا اليوم كان عندي اجتماع لأولياء الأمور بالمدرسة، فنقشنا نقطة وجزئية معينة عن متابعة الابن بالمدرسة، ما تكلم الشيخ لليتيم وغير اليتيم. فتطرقنا إلى عدة مواضيع، من ضمنها واحد يقول لي ترى سنة كاملة ما شفت كتاب ابني. فعندي بالمركز يوميا الابن متابع بجميع المواد. يا سلام. يعني إذا كان الأب الحقيقي ما يتابع، فحنا مركز طموح يتابع بشكل يومي. هذا بيقول اعتبروا ولدي يتيم. فالحمد لله. بالنسبة إلى البرامج التربوية، البرامج التربوية متنوعة جدا، بالنسبة إلى علوم الرجال، إلى كيفية القصائد، إلى كيفية استقبال الضيوف، كيفية تعامله مع المجتمع بشكل عام. فسبحان الله، يعني ترى فيهم حماس وتشجيع بشكل غير طبيعي، شيء جميل. يعني ترى فيه أنه يقاتل على أنه يصل إلى الأعلى، ما ينزل إلى الأسفل. يا سلام. من ناحية تعليميا، يعني عندنا عدد كبير ولله الحمد وصلت درجاتهم إلى 100%. الله يا سلام. يعني عندنا إضافة إلى حماسهم داخل المركز، يعني تقريبا الآن باقي معنا أسبوعين وينتهي العام الدراسي، عندنا بعض الأبناء ما عمره غاب ولا يوم. يعني هذا وش يدل عليه؟ يدل على حماسه وانتمائه إلى مركز طموح.